والأولى ستعمل على النقل المباشر لهذه المبادرة المباراة يوم غد على الساعة 12 زوالا، يسبقها استوديو تحليلي مواكب لهذا اللقاء. وحول آخر الاستعدادات التي تخوضها عناصر النخبة الوطنية لهذا اللقاء الهام، وفانا مبعوث الأولى إلى دار السلام عبد العزيز رباك بالمراسلة الصوتية التالية. تجمع مكونات المنتخب الوطني من طاقم تقني ولاعبين على أهمية المباراة باعتبارها إثر عبور ضروري نحو بطل المباريات وبالتالي الإبقاء على حظوظ التأهل لمونديال 2014. صحيح المباراة وهي الثالثة في تاريخ المواجهات بين الطرفين تجري وسط متغيرات بشرية مهمة بالنسبة للفريق الوطني، كون العناصر الممارسة بالبطولة المحلية تمثل قطب الراحة في تشكيلة المنتخب الوطني. الفوز وحده هو الكفيل بمواصلة المشوار بنوع من الاطمئنان والأمل. هذه هي قناعة الجميع، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق يطمح من جانبه للتعبير عن ذاته والتشبث بالمركز الثاني في انتظار ما هو قادم. ثاني الإكراهات ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وهي حالة تتطلب توزيع الجهد بصورة متقنة طيلة مراحل المباراة. اللاعبون في هذا المجال جاهزون، يقول الطاقم الطبي الذي يركز بالأساس على أسلوب الاسترجاع لدى اللاعبين. المباراة تنطلق غدا في حدود الساعة 12 بالتوقيت المغربي، 3 بتوقيت تنزانيا، ويقودها طاقم تحكيمي من أنغولا على ملعب مكابا الذي يوجد في وضعية ممتازة من حيث الأرضية والتجهيزات. أما التشكيلة المرتقبة للفريق الوطني فهي كالتالي: نادر المياغري، برقديش، شاكير، عدوى، حمال، بلغزواني، شافني، الحفيدي، برزوق، برادا.